طيب النهارده في بعض المباريات المهمه في مختلف الدوريات ومختلف البطولات ايضا. خلينا نبتدي بالدوري المصري، والنهارده في ماتشين مهمين جدا. بالتحديد الساعه 5 في هذه اللحظات بتنطلق مباراه سيراميكا كليوباترا مع الانتاج الحربي، والمباراه ابتدت لسه طبعا التعادل سلبي بدون اهداف. كمان مباراه مهمه للفرقتين سواء المصري او الجونه، دي هتكون الساعه 7 بخصوص ايضا بطوله الدوري المصري الممتاز. اما بخصوص الدوري الانجليزي ففي عدد من المباريات وبالتحديد 4 مباريات. البدايه كانت الساعه 1 الظهر في بمباراه بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد، وانتهت بفوز نيوكاسل بنتيجه 2-1. وستام تفوق على ليستر سيتي في مباراه انطلقت الساعه 3:05 بنتيجه 3-2، المباراه انتهت خلاص بالشكل الرسمي الساعة 5:30 بعد أقل من 30 دقيقة من دلوقتي. قمة الجولة ما بين توتنهام ومانشستر يونايتد، والساعة 8 بالليل شيفيلد يونايتد مع أرسنال. أما بخصوص الدوري الأسباني ففيا ريال لعب الساعة 2 مع أوساسونا، ومباراة انتهت بفوز أوساسونا 2-1. فالنسيا مع ريال سوسيداد، طيب 2-0 لريال سوسيداد على فالنسيا. المباراة في الشوط الثاني لسه هيتلعب، المباراة ابتدت الساعة 4:15. بلد الوليد مع غرناطة الساعة 6:30، والساعة 9 بالليل ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، مباراة مهمة جدا لأتلتيكو مدريد في إطار المنافسة على بطولة الدوري الإسباني، وتحديد كمان بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالأمس بنتيجة 2-1. المنافسة قوية جدا في البطولة دي. أما بخصوص الدوري الإيطالي، وأخيرا إنتر ميلان فاز على كالياري بنتيجة 1-0، المباراة ابتدت الساعة 12:30 وانتهت بالطبع. يوفنتوس مع جنوا 3-1 ليوفنتوس، مباراة أيضا انتهت بعد ما ابتدت الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت كان في مباراتين كمان، هيلاس فيرونا ولاتسيو، لاتسيو فاز 1-0. سامبادوريا ونابولي، نابولي فاز 2-0. الساعة 6 روما مع بلونيا، والساعة 9:15 فيورنتينا مع أتلانتا. دي مباريات الدوري الإيطالي ومختلف الدوريات العالمية.